ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعالي العال وكل حاجة تبقى زي الفل. أنا عايز قبل ما نتكلم على مسألة زيارة رئيس الوزراء المجري للقاهرة واستقبال فخامة الرئيس السيسي ليه، عايز نقعد نفكر مع بعض بس كده بالراحة في حاجة مهمة جدا الرئيس دايما بيقولها. الرئيس دايما بيتكلم على توطين، يعني بيستخدم مصطلح اسمه توطين. فمثلا توطين صناعة القطارات، توطين صناعة السيارات، توطين صناعة الدواء، توطين صناعة السيارات والمركبات الكهربائية والصديقة للبيئة، توطين الصناعات التكنولوجية. سؤال بقى، إيه مفهومك كمواطن أنا وإنت المواطنين عن كلمة توطين؟ يعني إحنا عارفين يعني إيه توطين ولا مش عارفين؟ طيب، فقعدت النهاردة أنا وزمايلي كده قبل ما نخش الحلقة نحاول نتناقش، يعني سألت توطين يعني إيه؟ فالغالبية أو الكل تقريبا جاوب بأنه توطين يعني هنصنع عندنا بخامات من عندنا، وطبعا ده بالضرورة يعني مش، أو بالأصح مش بالضرورة يكون دايما الخامات من عندنا. المهم يعني فيبقى هنصنع عندنا بإيد مصرية بخامات مصرية ونطلع المنتج النهائي. الحقيقة الإجابة مش دقيقة، مش هقول لك غلط. يعني إيه مش دقيقة؟ لأنه فيما يتعلق بمسألة الخامات، لا، وارد جدا أنك أنت تستورد مواد خام معينة ما تكونش موجودة عندك في مواردك الطبيعية فتبدأ تستخدمها علشان تصنع شيء ما. طيب، إيد عاملة؟ صح. هنطلع المنتج النهائي من عندنا؟ صح. بس السؤال، المكنة اللي بتصنع المنتج النهائي لو هي عندي ده يبقى توطين للصناعة؟ عندي، يعني اشتريتها من ألمانيا، اشتريتها من أمريكا، من إنجلترا، فرنسا، المجر، ده معناها ان انا كده وطنت صناعة؟ لا، لأنه المكنة مش بتاعتي. دي المكنة مثلا اللي بتعمل شاسيه العربية، او دي مكنة مثلا اللي بتعمل بلوك الموتور، مش عندي، ده أنا بشتريها فبقت موجودة هنا. كده أنا لسه ما وطنتش. إمتى أوطن؟ لما أكون أنا بصنع المكنة، أنا بصنع المكنة اللي بتعمل لي الشاسيه، مش بشتري المكنة. يبقى الرئيس وهو بيتكلم على مسألة توطين أرجو أن يستقبلها الكل الاستقبال مش الحسن، لا، هو الاستقبال المبهر ده أولا. اتنين، استقبال الفهمانين مبهر، لأنه الريس عايزك تصنع المكنة اللي بتطلع المنتج النهائي، مش تستورد المكنة من بلد ما عشان تطلع المنتج النهائي. عمليا أنا كده جمعت ما صنعتش. فهمت ليه إحنا طول الوقت في مسألة تصنيع العربيات عندنا إحنا تجميع مش تصنيع؟ يعني اللي يقول لك إيه العربية دي تجميع مصري، لأنه عمليا أنت ما فيش، أنت جايب مكان بيروح مركب لك الحاجات على بعضها بإيد عاملة شديدة المهارة، إحنا مش مختلفين. في بعض المكونات بتصنعها هنا، أحيانا بتبقى ألواح الإزاز، أحيانا بتبقى الكراسي، أحيانا بتبقى قطع معينة بتصنعها بالفعل تصنيع كامل زي ما أنا شرحت لك قبل كده. في بعض القطع المهمة، في منظومة الفرامل، في واحدة من أعظم ماركات العربيات الألمانية بتتصنع في مصر وبتتصدر على أوروبا فيما بعد ذلك، بترجع لألمانيا وبترجع للنمسا وبتروح لحد أمريكا كمان. حلو. يبقى الرئيس لما بيقول لنا نوطن، احنا بنشتغل على توطين، يبقى احنا هنصنع المكن اللي بيخش في تصنيع المنتج النهائي، وهو ده المفتاح بتاع انك تتحول الى بلد صناعي. يبقى الرئيس لما بيتكلم على مسألة تحولنا إلى الصناعة وتوطين الصناعة، ده قصده ودي غايته وده هدفه، ده معنى المصطلح، ده ما فيهوش أي اجتهاد، ده معنى المصطلح. ولهذا أنا مبسوط جدا 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 من وقت ما الرئيس كلمنا في أكتر من موضع وفي أكتر من مجال على توطين صناعات محددة وبوضوح. النهاردة على سبيل المثال الرئيس تتكلم على توطين صناعة إيه؟ صح، القطارات.
فاكرين احنا كان زمان عندنا يقول لك القطر المجري، لانه كنا بنستورده من المجر. المجر معروفه انها من البلاد الكبيره والمهمه في تصنيع القطارات. لكن خليني هرجعك بقى على زياره النهارده نتناولها بالراحه. النهارده زي ما حضراتنا كلنا عارفين استقبل فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحاديه رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربن. طيب فيكتور اوربن يقوم بزياره مصر لمده 3 ايام في جلسه مباحثات منفرده ما بين فخامه الرئيس السيسي ورئيس الوزراء المجري. بعد كده الجلسه تم توسعتها وضمت بقى الوفود، الوفد المصري من جانبنا والوفد المجري من جانبه. بعد كده بقى في الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين مصر والمجر، واللي بيمثل إطار لرفع مستوى العلاقة ما بين البلدين الصديقتين للمستوى الرفيع، الصعود بها للمستوى الرفيع. وأعقب الإعلان ده مراسم التوقيع على مجموعة بقى من مذكرات التفاهم ما بين مصر والمجر في قطاعات التعليم والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. 1-2 الشباب والرياضة. 3 ويمكن الرئيس اتكلم على الجزء ده بالتحديد وشكر المجر على رفع عدد المنح الدراسية جامعية وما بعد الجامعية لتصل إلى 200 منح، ده برنامج المنح الدراسية المجرية. في المؤتمر الصحفي المشترك أكد فخامة الرئيس السيسي أن الإعلان عن ترفيع العلاقة بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية جاي بعد ما وصلنا كبلدين إلى تفاهم مشترك واحترام متبادل، فضلا عن توافق سياسي إزاء الكثير من القضايا الدولية، ودي فيها لسه حتة قدام هنجيلكم عندها. بالإضافة إلى أنه العلاقات الثنائية الثنائية الاقتصادية ما بين البلدين علاقة ممتازة، خصوصا خد بالك بقى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. استثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعني صناعة. طيب خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية. أهلا بيك يا دكتور. اهلا بك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ كله تمام. خليني يعني افهم واستفهم من حضرتك انا والمشاهدين على مستوى العلاقات ما بين مصر والمجر، واللي باظنها انها بعيده يعني ممتده تقريبا لاكثر من 60 سنه دلوقتي، على الاقل من بعد ثوره يوليو 52 اصبح في عندنا علاقات كويسه جدا بالجانب المجري، واستمرت هذه العلاقه الحمد لله دون فتور يذكر. طب استاذ يوسف خلينا في البدايه اولا ندع زياره الرئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان لمصر في سياق الدبلوماسيه المصريه النشطه الفاعله والحيويه التي تسعى وحتى بعدها دبلوماسيه التنميه، توظيف الشراكات المختلفه شرقا شمالا غربا جنوبا في كل الافاق حقيقه من اجل تعزيز التنميه في الداخل وما يعود طبعا بالنفع على المواطن المصري. هذه السياسه الخارجيه والعلاقه بينها وبين التنميه بتعكس حيوية وقوة هذه العلاقات. الرئيس السيسي وصف العلاقات المصرية المجرية بأنها نموذج يحتذى، هي نموذج في إدارة العلاقات الدولية بين دولتين صديقتين يمتد تاريخ العلاقات الدبلوماسية لعام 1928 إلى أكثر يعني ما يقارب 90 عاما. وهذه العلاقات حقيقة شهدت طفرة كبيرة في عهد الرئيس السيسي خاصة منذ بداية عام 2015 عندما زار الرئيس السيسي لأول مرة المجر والتقى به رئيس وزراء فيكتور اوربان، ومن وقتها هذه العلاقات شهدت نقله نوعيه على كافه مستوياتها السياسيه والاقتصاديه، على مستوى التعاون، على مستوى الشراكه الاستراتيجيه وفي اداره هذه العلاقات. المجر تمثل دوله مهاجره احدى الدول شرق اوروبا، وهنا نركز نضع خط تحت شرق اوروبا لان مصر منفتحه على كل الدوائر الغير التقليديه، كنا نقتصر فقط على الدائره غرب اوروبا امريكا، الان هناك دائره اسيويه، هناك وسط اسيا يعني بيزار اذربيجان ارمينيا، يعني هناك اختراق لتجارب تنمويه مهمه ومنها المجر بالطبع. المجر دوله حققت تجربه اقتصاديه مميزه تحولت من الاقتصاد الاشتراكي الى الاقتصاد الحر، الناتج القومي يزيد عن 200 مليار دولار، هناك مستوى دخل مرتفع، لديها مزايا نسبيه. في المقابل مصر تمثل اقتصاد واعد، اقتصاد مهم، اقتصاد كبير، لديها العديد من الفرص الاستثماريه الواعده كما انت اشرت في محور التنميه في قناه السويس، وبالتالي بمنطق المنفعه، منطق المصالح المشتركه، منطق المنافع المتبادله، هناك رغبه واراده
في تطوير هذه العلاقات واكتشاف وتوظيف الفرص الكامنة والواعدة الموجودة لدى البلدين. هذه الزيارة تأتي في سياق الزيارات المتكررة بين الرئيس السيسي وبين المسؤولين المجريين، وبتعكس أن هناك إطار مؤسسي بيحكم إدارة هذه العلاقات، بحيث يضمن أولا الاستمرارية والتراكم والارتقاء في مستوى هذه العلاقات بشكل دائم وبشكل مستمر. أيضا بيضع إطار بيحكم هذه العلاقات وسبل تنميتها. هناك اللجنة المصرية المجرية، هناك عدد من الاتفاقات المهمة، ومنها بالطبع الاتفاقات التي تم توقيعها اليوم، ومنها بالطبع اتفاقات لتصنيع عدد من قطارات والسكك الحديدية. نحن نتكلم عن علاقة بين الدولتين يسعيان إلى التعامل وتعظيم المصالح المشتركة والتعامل مع التحديات العالمية. هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم من حيث التوقيت، من حيث الدلالة أنها تأتي مع دخول الحرب الأوكرانية الروسية عامها الثاني، وبالتالي استمرار التحديات العالمية في أمن الطاقة، أمن الغذاء، في قضايا متعددة، وهو ما يتطلب دائما التعاون والتنسيق، وسواء تنسيق المواقف السياسية أو تعزيز التعاون الاقتصادي. بمعنى آخر، مصر الآن تقود تيار هو أن في ظل الاستقطاب العالمي بين القوى الكبرى، بأن مصر تقود تيار التعاون الجماعي الدولي، لأن في هذه المعادلة الكل رابح. هذا سيقود إلى التعافي الدولي، لأن العالم لم يعد يتحمل مثل هذه الأزمات، وبالتالي هنا مواجهة هذه الأزمات وتقليل أثرها يكون من خلال بناء الشراكات الاقتصادية. هناك مزايا نسبية لدى المجر تقدمها لمصر، وهناك مزايا نسبية تقدمها مصر للمجر. يعني المجر دولة مهمة، دولة زراعية، دولة لها دولة صناعية، لديها مزايا نسبية في النقل، في الزراعة، كما أشار الرئيس السيسي، في إدارة المياه، في الري، في الطاقة، في التكنولوجيا، في الطاقة المتجددة، في أيضا هناك اعتماد الآن أوروبي كبير على مصر في أمن الطاقة، ومصر كمركز إقليمي لتصدير الطاقة خاصة من الغاز في الشرق المتوسط. هناك قضايا مهمة على مستوى العلاقات الثنائية، حجم التبادل التجاري بالطبع يعني يقارب نصف مليار دولار، وأعتقد أن هذه الزيارة وهذه الزيارات ستساهم في رفع سقف هذا التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، خاصة في ظل الفرص الكبيرة الموجودة لدى البلدين. وبالتالي هي زيارة مهمة في توقيت مهم تتواكب مع دبلوماسية مصر النشطة، السياسة الخارجية، دبلوماسية التنمية، فتح آفاق جديدة، الانفتاح لكل التجارب التنموية خاصة دول شرق أوروبا. ونتذكر أن الرئيس السيسي حضر مجموعة فيشجراد في 2017 وكان أول دولة مصر تمثل أول دولة في الشرق الأوسط تحضر هذا التجمع الاقتصادي المهم. المجر عضو الاتحاد الأوروبي تمثل بوابة مهمة لشرق أوروبا وأيضا الاتحاد الأوروبي. في المقابل أيضا مصر تمثل بوابة للمجر للشرق الأوسط لإفريقيا، وبالتالي بمنطق المنفعة هناك إرادة سياسية وعلاقات قوية وصداقة كبيرة بين الرئيس السيسي ورئيس وزراء أوربان وبين المسؤولين المجريين. هذا يمثل دافع وخطرة لإدارة العلاقات. هناك الفرص الكبيرة، هناك الإطار الذي يحكم هذه العلاقات، وبالتالي على المسار الثنائي هذه الزيارة تمثل دفعة وخطوة مهمة في اتجاه كما أنت أشرت رفع مستوى هذه العلاقات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري بما يخدم الشعبين. هنا نشير نقطة مهمة، أن عائد هذه العلاقات وهذه الشراكات كيف سيكون على المواطن المصري من خلال جذب الاستثمارات، فتح آفاق جديدة، توفير فرص طيب عمل. طيب سؤال يا دكتور، وكل هذه تمثل أهمية كبيرة. طيب سؤال يا دكتور، المجر كعضو في الاتحاد الأوروبي وفي نفس الوقت كلاعب مهم في المنطقة الشرقية من القارة الأوروبية، وهنا هروح حاطط على يعني هاخد المجر وهمد الخط انه مصر بعلاقة متوازنة ما بين الشرق والغرب في اوروبا، وفي علاقة متوازنة ما بين اطراف الصراع دون اي انحيازات على الاطلاق، واعلنت في كوب 27 في شرم الشيخ انها مستعدة للعب دور وساطة نزيهة مرنة لوقف هذه الحرب. النهاردة الرئيس قال انه يعني توافقنا على ايجاد حل لايقاف هذه الحرب قريبا. مدى قدرة البلدين مصر والمجر على ايجاد حلول، خاصة انه على ما يبدو الطرف الروسي يقبل هذه الوساطة المصرية؟ دعني نقول أن مصر الآن تجني ثمار هذه السياسة الخارجية الرشيدة الحيادية النزيهة لسياسة مصر، لأن مصر حقيقة ليست جزءا من استقطابات عالمية. مصر لا تنحاز بشراكة ضد شراكة أخرى أو تستبدل بشراكة أخرى. مصر منفتحة للجميع في إطار تعظيم المصالح الوطنية الاستقلالية. مصر تقود تيار الاعتدال الوسطية، تيار السلام،
اداره الصناعات بالطرق السلميه هذه الخصائص وهذه التركيبه للسياسه الخارجيه المصريه اكسبتها المصداقيه والاحترام من كل الاطراف خاصه اطراف الصراعات ومنها بالطبع الحرب الروسيه الاوكرانيه. روسيا هناك علاقات قويه لمصر بروسيا باوكرانيا بكل الاطراف كما ان مصر دائما تنحاز الى القانون الدولي الى الام الى المبادئ الاساسيه سياده الدول اداره الخلافات والصراعات بالطرق السلميه رفض استخدام القوى العسكريه كلها مبادئ حقيقه تمثل نهج السياسه الخارجيه المصريه. وبالتالي طرح مصر والمجر او الدعوه الى وقف هذه الحرب هو انطلاقا من مبدا ان الكل في الحرب خاسر، لا يمكن لاحد ان يفوز في الحرب، ليس فقط اطرافها خاسرون ولكن العالم كله ايضا تضرر من هذه الحرب، وبالتالي استمرار هذه الحرب لا يعني استمرار المعاناه، استمرار الساعات السلبيه، وقدم الرئيس سيسي مبادره في مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 دعا لوقف القتال، وايضا هذه المبادره نحن نعرف ان المجر تحديدا كعوده الاتحاد الاوروبي لديها موقف ربما متميز عن الدول الاوروبيه الاخرى لان المجر ايضا ليست مع التصعيد، ليست مع منطق العسكره، ليست مع منطق الاستفزاز او الدول الاخرى او تمس امنها القومي، وبالتالي هناك رؤيه واضحه ورؤيه محدده. اعتقد ان نجاح هذه الدعوه يمثل اهميه كبيره، لكن يظل دائما الكره في ملعب الاطراف المتصارعه، بمعنى اخر قدره ورغبه وقابليه اطراف الصراع على الدخول في المفاوضات هو ما يسهل ويساهم في نجاح هذه المبادرات. واعتقد ان هذه مبادره رشيده ودعوه رشيده، خاصه ان درس العام الاول اثبت انه لا يمكن هناك فائز، ده كله خاسر، هناك صراعات، هناك توترات، ان الغذاء العالم يواجه ازمات متعدده، جائحه كورونا ثم الازمه الاقتصاديه، وبالتالي استمرار من النزيف، استمرار من المعاناه. واعتقد ان مصر كدوله تتصرف من منطلق المسؤوليه الدوليه، منطلق المسؤوليه التي تؤكد دائما لا بد من الحوار، لا بد من التفاوض، اداره الخلافات. واعتقد ان هذه الرؤيه التوافقيه بين مصر والمجر، مصر كدوله مهمه في الشرق الاوسط والمجر كدوله مهمه في الاتحاد الاوروبي، يمكن ان تمثل قوه ضاغطه في اتجاه التسريع نحو الحل السياسي وبالتالي انهاء هذه المعاناه. طيب دكتور احمد معلش هتقل عليك شويه كمان، ومعلش انا بستاذن في المزيد من الاطاله فليتسع صدرك لينا حبه. مساله انه انا هنا هاخدها حتى من كلمه الرئيس، الرئيس لما قال اللي شفتوه قبل كده كوم واللي جاي كوم تاني خالص، وهو يتحدث حول التنميه في سيناء، لكن انا كلامي المره دي مش على سيناء. احنا شفنا انه الرئيس استطاع ان هو يوسع من مجالات الدوائر الحيويه المصريه، ليست فقط مجالاتنا الحيويه او دوائرنا الحيويه السابقه اللي كنا بنتعلمها زمان ايام الجامعه، ده اضاف ليها المزيد من الدوائر حتى بعد ان انهارت فكره الاشتراكية الدولية وما إلى ذلك، استطاع الرئيس أن هو يكمل في العمل على روابط قديمة ولكن بأشكال شراكات جديدة. السؤال أنه في 23 على ما يبدو حيوية الدبلوماسية الرئاسية في أعلى مراحلها، السؤال ليه؟ لماذا أستاذ يوسف هذا؟ لأن الهدف هو التنمية، هو المواطن المصري، يعني العلاقة هناك علاقة بين السياسة الخارجية وبين الفاعلة وبين التنمية في الداخل. الرئيس السيسي عندما يتحرك يقابل الرؤساء، يفتح شراكات، يقوم بزيارات، يعني قبل أسابيع قليلة كان هناك أذربيجان، أرمينيا، وهي دول جديدة بالنسبة للدوائر السياسة الخارجية المصرية، حتى الدوائر غير التقليدية، بالإضافة طبعا للتجارب التنموية الكبرى، الهند، الصين، اليابان، شرق أوروبا، مجموعة فيشغراد، التحالف اليوناني المصري القبرصي، تفعيل الدائره العربيه، تفعيل الدائره الافريقيه وعوده مصر لافريقيا، اضافه الى الدوائر التقليديه غرب اوروبا وامريكا الشماليه، كل هذا بيعكس ان مصر تنطلق من زاويه كيف توظيف هذه السياسه الرشيده، هذه العلاقات الجيده، هذه المكانه، هذه المصداقيه في جذب الاستثمارات، في فتح افاق جديده للاقتصاد المصري، في فتح افاق للسلع المصريه في الخارج، توطين التكنولوجيا، الاستفاده من المزايا النسبيه في مجالات الطاقه، في مجالات متعدده، كل هذا حقيقه هو في النهايه يتواكب مع النهضه المصريه في الداخل، يعني مصر الان في مرحله الانطلاق الاقتصادي، كل المجالات، المشروعات العملاقه، التنميه في كافه المجالات، توطين الصناعه، توسع الزراعه، هذا بيتواكب ويتزامن ويتشابك مع الدبلوماسيه المصريه ودور الخارج، دور التنميه، دور الاستثمارات الخارجيه، هو دور مهم. وبالتالي نجد ان كثره الزيارات وكثره الشراكات وتنوع هذه الشراكات هو في نهايه المطاف بيعكس هذه الفلسفه. مصر بتسعى الى تعظيم التنميه في الداخل الذي سينعكس على المواطن المصري من ناحيه،
وفي ذات الوقت تعظيم مكانه مصر الاقليميه والدوليه، لان هذه الاقتصاد الذي يقود السياسه، وان هذه الشراكات وهذه القوه هي التي تدفع مصر ان يكون لها دور فاعل في محيطها الاقليمي، في محيطها الدولي، في التعامل مع القضايا العالميه، حتى التحديات الكبرى، التغيرات المناخيه، الازمات العالميه. وبالتالي الان العالم يتجه الى التعافي الاقتصادي. مصر تمثل احد الدول الجاذبه لهذه الشراكات المختلفه. صحيح. للشراكه مع مصر، لان مصر بها استقرار سياسي، بها استقرار، بها فرص استثماريه كبيره، دوله مهمه، بها اقتصاد واعد، معدلات نمو رغم التحديات ورغم الازمات العالميه. صحيح. وبالتالي العالم كي يخرج من هذه الازمات والتعافي الاقتصادي يبحث عن الاقتصادات الواعده، ومنها الاقتصاد المصري. وبالتالي عندما ياتي رئيس الوزراء المجري الى مصر ورئيس السيسي يزور دول مختلفة، شركات عربية، جذب استثمارات عربية، كلها في نهاية المطاف هي بتعزز التنمية في الداخل، هي بتقوي من القوة الاقتصادية المصرية، وفي إطار مبدأ النفع المتبادل. مصر لا تنحاز، وإنما مصر دولة تسمى بالحيادية، تنفتح على كل الدول، على كل التجارب. يمكن ده السبب وراء مرونة التحرك المصري وقبولها دائما كطرف نزيه في أي وساطة من الوساطات على أي صعيد إقليمي كان أو قاري أو حتى على المستوى الدولي. أنا بشكرك جدا دكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية. تاني وأنا بقول لك إنه التحركات أصبحت أكثر حيوية. يعني تعرف احنا زمان على الاقل في التسعينات يعني واحنا في الجامعه، فكنا ناخد انه الدايره الحيويه بتاعتنا هي دايره الشرق الاوسط، دي دايره حيويه شديده الاهميه، دايره افريقيا وان كان تم تجاهلها يعني، بل بالعكس عمليا كان يتم وقد الدائره الافريقيه، ما تفهمش يعني، كنا فاهمين الاسباب يعني، الاسباب كلها كانت تافهه يعني. المهم، وتعاملنا مع دايره اوروبا كان تعامل منبطح، تعاملنا مع دايره امريكا الشماليه تحديدا الولايات المتحده الامريكيه تعامل منبطح وسيء جدا، تعاملنا مع الدايره الاسيويه تحديدا في الشرق الاقصى وما الى ذلك، وحتى مجموعه النمور كان تعامل يعني من على الوش، عارف انت اللي بينظف من على الوش كده ينفخ شويه تراب ويقول لك انا خلصت البيت، هو دي نفس القصه. عمليا لما تيجي تبص انه احنا من 2014 لحد النهاردة انت استعدت الدايرة الافريقية بالكامل، ده واحد. وخليك تفتكر انه اول زيارة خارجية للرئيس كانت من القاهرة الى الجزائر، وبعدين اشتغلت على استعادة حيويتك في اطار الدايرة اللي انت مستعدها طول الوقت، بس كنت تفتقر الى الحيوية اللازمة، فاستعدت حيويتك الكاملة في قيادة المنطقة العربية، مصر أم الدنيا يعني، وهم يحبوا كده بالمناسبة يعني، يحبونا ونحبهم ونحب البعض الخير. مهم، واستعدت تعاملك مع الدائرة الأمريكية مش بشكل الانبطاح اللي للأسف الشديد اتعودنا عليه، كان يجي لأربعين سنة ولا حاجة إطلاق، انت تعاملت بمنتهى العزة وبمنتهى الكرامة، رفضت ما حاولوا إملاؤه، مررت ما تراه أنه في صالحك فقط لا غير، وفي صالح المنطقة ولصالح الأمة العربية، والسلام عليكم، واللي مش عاجبك قلت عليه لأ، واللي استشعرت منه خطر على المنطقة وقفت في وشه. كذا الحال مع الدائرة الأوروبية تحديدا غرب أوروبا، واستعدت علاقة قوية كان لا يجب أن احنا نفقدها أبدا، وهي علاقتك مع موسكو وشرق أوروبا، بل أنك أنت بدأت تمد الجسور بتاعتك تاني لحد الصين بمنتهى القوة، ثم الدول المحيطة في منطقة الشرق الأقصى وجنوب شرق آسيا، بل أنك أنت استمريت في انك تخلق علاقات متوازنة ما بين الهند وباكستان يعلمه الجميع، لكن علاقتك بالهند وبباكستان ممتازة، علاقتك بروسيا اوكرانيا ممتازة، علاقتك بامريكا الصين ممتازة، موسكو واشنطن ممتازة، زي علاقتك بالاطراف المتصارعة على الاراضي المحتلة فلسطين، علاقتك متوازنة جدا. وطبعا عندك مركزية القضية بالنسبة لك كالقاهرة أو مصر. بتمتد هذه الحيوية الحقيقة من الرئاسة في أعلى القمة مرورا بالليرز أو الطبقات اللي تحتها، الحكومة بأشكالها المختلفة، بل وحتى منظمات المجتمع المدني في أحوال أخرى. النهاردة على سبيل المثال وفد مصري برئاسة وزير العدل سيادة المستشار عمر مروان شارك في اجتماع لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، خلال الجلسة الأولى تحديدا لمناقشة تقرير مصر الدولي
الدوري اسف الخامس، وده كان في جنيف سويسرا، واللي كانت مصر كانت تقدمت بيه في نوفمبر سنه 2019. في البيان الافتتاحي النهارده معالي الوزير المستشار عمر مروان اكد ان الدوله المصريه بذلت جهود كبيره جدا تمكنت من خلالها في تحقيق انجازات واسعه في مجال تعزيز وتطوير حقوق الانسان وعلى اكثر من صعيد، وان ده بيتفق مع قرار مع اللي تم اقراره في العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. مستشار عمر مروان كمان اشار الى انه رغم تعدد الانجازات اللي اتحققت في مجال تعزيز حقوق الانسان الا انه التحديات ما زالت كبيره. ولفت النظر الى انه عمليه تعزيز وتطوير حقوق الانسان متراكمه ومستمره، وان مصر واثقه من قدرتها على المضي قدما في طريق الإصلاح بخطى سابقة خطى مستمر. استعرض المستشار عمر مروان أبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق واللي تضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمبينة في هذا التقرير، والجهود اللي بذلتها مصر خلال السنين اللي فاتت اللي تلت إعداد هذا التقرير، زي ما كنا بنقول من 2019 أربع سنوات، وحتى جلسة الاستعراض التي نشاهد منها جانب اليوم قدام حضراتكم على الشاشة. أبرزها تحقيق المساواة ما بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية واللي تضمنها هذا العهد، رعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير اللي حصل في منظومة السجون ما بين قوسين احنا عندنا اسمها مراكز التأهيل، وتحويلها لمراكز للإصلاح والتأهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الإتجار بالبشر، مكافحة الفساد، ورعاية أوضاع الأجانب وحرية الدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير، وأنا بأكد لك عليها تاني، وحرية الرأي والتعبير، وهقول لك ليه بعد شوية. النهوض بالمجتمع المدني، وده طبعا كان شيء مهم جدا، يمكن احنا شايفين يعني كم النشاط اللي فيه المجتمع المدني المصري. استمع الوفد كمان المصري إلى أسئلة السادة الخبراء أعضاء اللجنة تم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد المصري. من المقرر أنه تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع إلى الردود في الجلسة الثانية المقرر عقدها بكرة بإذن الله. قبل الفاصل قلت لك وحرية الرأي والتعبير، خلي بالك أن احنا في نهاية إبريل 2022 وفي إفطار الأسرة المصرية الرئيس أعلن عن حاجتين، واحد منهم الحوار الوطني واللي بيجمع فيه المعارضة بجانب الموالاة، ده واحد. اتنين لجنة العفو. طيب وخلال أقل من عام أظن احنا شفنا الأعداد اللي خرجت والأسماء والكوادر اللي رجعت بيتها سالمة آمنة، وخلال أقل من عام شفنا كم الجلسات التي عقدت من مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان الرئيسية واللجان الفرعية واللجان النوعية وأسماء المقررين التي تحمل أسماء من عتات المعارضة المصرية. مش بس كده، ده أنا حتى يا أخي أستغرب جدا عندما أجد شخص من الأشخاص يحسب نفسه على المعارضة فيصول ويجول ويقول ما شاء، يطلع على القنوات بتاعة الإنجليز والأجانب ثلاث مرات ويعرض وجهات نظره ويقول، وأحيانا يفتي بما لا يعرف ولا يعلم وبيهبد ماشي، ويحب ويكره مع إنه السياسة لا فيها حب ولا كره. حد قال له تلت التلاتة كام؟ لا، وقف في البرلمان يعلن محبته وكراهيته، حد قال له تلت التلاتة كام؟ لا، هيجي يقول لك اصل انا ما نجحتش عشان ما كانوش عاوزين ينجحوني، بس اصحابك نجحوا، اشمعنى انت؟ انت ساقط لانك خايب، ده بمنتهى البساطه خايب، لانه دايرتك ما شافتش وشك، لأنه دايرتك مش عاوزة تنتخبك. طب ما هو نجحوا أصحابك وموجودين في البرلمان وموجودين في الحوار الوطني
وبيدلوا وبيقولوا رأيهم بمنتهى الحرية والعلانية. ولا حد بيقول تلت التلاتة كام، ولا حد قالك تلت التلاتة كام. ده لم تتحرك دعوة واحدة ضدك خالص. قالك أنا مسافر. مسافر ليه؟ أصل أنا خايف من القمع. هو في حد قالك حاجة؟ لا. حد مسكك لا سمح الله؟ لا. قضية اتحركت ضدك لا سمح الله؟ لا. حكم؟ لا. خرجت من البلد، حد منعك من السفر؟ لا. قمع ايه يا ابني؟ ده على سبيل المثال. لو عاوز عزيزي المواطن المعارض، اي مواطن والله بتكلم جد، عاوز تزايد على مسألة لا توجد حرية رأي ولا تعبير، اظن انت فهمت انا بقول ايه. اللي قاعد في بيروت محدش قال له تلت التلاتة كام، واللي طلع على بي بي سي محدش قال له تلت التلاتة كام، والمعارضة المصرية موجودة في الحوار الوطني وبتكتب مقالات وبوستات على الفيسبوك وممثلة في البرلمان، ومحدش قال تلت التلاتة كام. عاوز تزايد بقى انت حر. فاصل ونكمل الكلام. ازيكم وعاملين ايه؟ كله تمام؟ طيب تعالى واحدة واحدة. مصر عايزة تزود رقعتها الزراعية، وبالفعل بدأت في ده. صح. الرقعة الزراعية علشان تزيد يبقى احنا محتاجين مية. صح. طب نعمل ايه علشان نجيب مية علشان نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا؟ في أكتر من طريقة. في منهم طريقة بدأنا نشتغل عليها وبالفعل عملنا ليها أكتر من محطة، زي بالظبط كده ان احنا اشتغلنا على محطات التحلية. طيب ايه الطريقة التانية؟ هي انك انت تعالج المياه بتاعة الصرف، وتستخدم هذه المياه بالشكل الاصح والاسلم والاقوم. طيب ولما هتيجي تعالج المية دي هتعالجها بانهي تكنولوجي؟ لازم تعالجها بافضل واحدث تكنولوجيا او تقنية موجودة الان، اللي هي المحطات المعالجة الثلاثية. فتصبح الماء زي الفل، وتبدأ تستخدمه في الزراعة. وبالفعل بدأنا نشتغل على اكتر من محطة، وصولا الى ان احنا عملنا اكبر محطة من نوعها، مش في مصر ومش في افريقيا ومش في الشرق الاوسط والمنطقة العربية، في العالم، اسمها محطة بحر البقر. حلو كده؟ طيب وبالمناسبة المحطة دي تكلفت تقريبا حوالي 20 مليار جنيه، بتنتج تقريبا 5.6 مليون متر مكعب كل يوم. بنعمل محطة تانية بقى أكبر منها عشان تبقى عارف يعني. طب المحطة اللي أكبر منها دي أنا هعمل إيه بالمية بتاعتها؟ هوديها على الدلتا الجديدة. طب أم المحطة بحر البقر دي أنا هودي المية بتاعتها فين؟ هوديها على شمال سيناء طبعا. الرئيس قال يا جماعة احنا هنشتغل على من 600 ل 700 ألف فدان زراعي ما بين قديم وجديد، لازم لهم مية. فعندنا كده مية لازم تجيلنا. أنا أظن هنا هيصححني بعد شوية المهندس محمد غانم، عندي محطة المحسمة ومحطة بحر البقر. أنا عاوز أصلح الأرض وأزرعها وأرفع من معدلات إنتاجيتها. مشروع قومي ضخم عملاق لتنمية سيناء، وطبعا مصحوب بتعزيز منظومة استخدام الأمثل للموارد المائية. هنا نخلي معانا على التليفون المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. أهلا بيك يا فندم. الظاهر أن المهندس محمد غانم مش معايا وأنا استعجلت، صح كده؟ طيب معانا؟ طيب هنجيبه تاني إلى أن نعود الاتصال بالمهندس محمد غانم. العالم، وبالمناسبة يعني حتى المحطة بتاعتنا دي خدت 3 شهادات لحد دلوقتي من جينيس ريكوردز للأرقام القياسية العالمية كأكبر محطة معالجة مية وأكبر محطة تحلية في العالم. زي ما بقولك، وفي محطة تانية دي اللي بتتعمل
علشان خاطر اظن دي ناحيه منطقه الحمام او مدينه الحمام في الساحل الشمالي، علشان المساهمه في زراعه منطقه الدلتا الجديده اللي هم الاثنين مليون فدان اللي اتكلمنا عنهم واللي احنا رحنا زرناهم لو تتذكروا وصورنا هناك وما الى ذلك. مصر من الاخر خدت قرار انه بما انه ده طبعا ده قرار جديد، اصل احنا ما كناش بنتعامل بالطريقه دي خالص، يعني احنا كنا بنتعامل بطريقه تانية. مصر اتبنت من اول وجديد في 2014 وهلم جره حتى اللحظه اللي احنا فيها، او حتى بكل اللي اقدر اوصفه بانه هو حلم وخيال حقيقي اتعمل قبل 23، نجد انه فخامة الرئيس بيقول لنا لا هو اللي فاتكم واللي جاي ده كوم تاني خالص بقى. طب انا بجد والله العظيم راضي ذمتك والله، وخليني هنا هتكلم ما بين المنطق والعقل من جهة والعاطفة من جهة اخرى. كيف لا تحب رجل بهذا الشكل؟ أنا دايما أقول لك السياسة ما فيهاش بحب وما فيهاش ما بحبش وبحب وبكره والكلام ده، الكلام إياه ده. بس حقيقي هو أنت إزاي ما تحبش حد بالشكل ده؟ حد طول الوقت لا هم له على الإطلاق إلا مصلحتك المباشرة كمواطن ومصلحة البلد دي إنها تبقى أحسن بلد في الدنيا. مش هقولك بس تقدر وتحترم وتؤيد وتؤازر وتقف في ظهره، لا وهو تحبه لأنه صادق بالمناسبة يعني، وليس صادقا فحسب، هو صادق وعارف بيعمل إيه، صادق وعارف بيعمل إيه ومستحمل وبرضه مكمل. طيب انا عايز ارجعكم تاني على بحر البقر وسيناء. مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري، اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك، ازاي الصحة؟ كنا بنتكلم على محطة بحر البقر كأكبر محطة من نوعها على مستوى العالم، وانها مساهم رئيسي في تنمية وري المناطق او المساحات المزروعة اللي اتكلم عليها الرئيس، الف حدود من 600 ل 700 الف فدان ما بين قديم وجديد، اظن الجديد منها تقريبا حوالي 400 او 500 الف فدان، مش كده؟ تقريبا في صديقي تقريبا. طيب حجم هذه المحطة وحجم إسهامها في عملية التنمية في سيناء إيه يا باشمهندس؟ أكيد طبعا محطة بحر البقر وغيرها من المحطات الأصغر ومحطة الحمام أيضا اللي بيجري في غرب الدلتا، وجميعها محطات شديدة الأهمية في مجال معالجة وإعادة استخدام المية. وعلشان بس ندرك حجم وأهمية هذه المحطات وعملية إعادة استخدام المية، يعني كفاية إن احنا نتكلم على حجم الموارد المائية المتاحة في مصر وحجم الاستخدام والاستهلاك المطلوب. الموارد المتاحة في مصر لا تتجاوز 60 مليار لتر مكعب، معظمها 55.5 مليار لتر مكعب في قصة مصر ومياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة من مياه الأمطار والمياه الزيتية العميقة الصحاري. قصاد ال 60 مليار دي احنا بنتكلم على حوالي 110 او اكثر مليار متر مكعب من الاحتياجات المائيه. فرق كبير جدا بين 110 اللي هي احتياجاتنا و 60 اللي هو الموارد المتاحه. جزء من هذا الفرق الكبير بين الموارد والاحتياجات بيتم تعويض جزء من خلال اعاده استخدام مياه الصرف الزراعي. العمليه دي بتتم بالفعل بعدة أشكال، في عملية إعادة استخدام تتم من خلال رفع المية من المصارف إلى الترع بهدف تغذية نهايات الترع بالذات نهايات الترع المتعبة، مع ضمان بعد عملية الخلط تكون المية المسؤولة من خلط مياه الصرف الزراعي مع الصحة بالجودة المناسبة للزراعة، أمر شديد الأهمية. مؤخرا في بنتكلم على محطتين كبار جدا، واحدة تم الانتهاء منها بالفعل والاخرى جاري العمل فيهم. الهدف منهم ان احنا كمان بعد ما احنا بندور الميه ونعيد استخدامها مره واثنين وثلاثه واربعه، ان احنا كمان الميه اللي فاضله من الصرف الزراعي بيتم مره اخرى
معالجتها والاستفاده بهذه الكميه من الميه. تم الحمد لله بالفعل الانتهاء من محطه بحر البقر 5.6 مليون متر مصنوعه في اليوم. دي اكبر محطه لمعالجه الميه على مستوى العالم ودخلت بالفعل موقوع جينيس واكبر محطه للمعالجه في العالم. حاليا في محطه مماثله بيتم انشائها في غرب الدلتا بطاقه 7.5 مليون متر مصنوعه. المحطتين دول بيعتمدوا على مياه الصرف الزراعي، محطة مثل البقر بتستفيد من مياه الصرف الزراعي في شرق الدلتا، محطة الحمام بتستفيد من مياه الصرف الزراعي في غرب الدلتا، اللي بتحاول تسد جزء من العجز المائي والفرق الكبير بين الموارد والاحتياجات اللي موجودة في مصر، وده أمر يعني شيء كبير جدا وهام جدا للدولة بتقوم بيه. يعني بنقارن ده باللي بيحصل في باقي دول العالم، نجد ان معظم دول العالم المياه الصرف الزراعي بيرموها في البحار والمحيطات مش بيستفيدوا بيها، ولكن احنا عندنا يعني سقف مائي، عندنا فرق كبير بين مواردنا واحتياجاتنا المائيه، ما عندناش حتى رحليه ان احنا نرمي مياه الصرف الزراعي في البحر ونتخلص منها، بناخدها وبنعالجها وبيتم استخدامها مره اخرى بعد ما احنا اصلا قعدنا تدوير اكثر من مره بس للسيستم بتاع شبكه السرعه والمصارف. كذا مره بنرفع ميه الصرف اللي بنرميها في الترع ونخلصها اكثر من مره، كمان اللي في نهايه شبكه المصارف بنحمي برضه وبنعالجه وبنستفيد بيه علشان نواجه جزء من الشح المائي اللي احنا بنواجهه والمحدوديه الكبيره اللي بنواجهها في موارد طيب المائي. يعني فيما سبق يا باشمهندس كانت هذه المياه بالكامل بيتم التخلص منها؟ كانت بتغذي بحيره المنزله، ولكن تم يعني انشاء مسار جديد والاستفاده بهذه الميه وتوجيهها لمحطه المعالجه في بحر البحر. لا انا فاهم، انا اللي بقصده انه قبل ما نشتغل على محطات المعالجه بهذا الشكل سواء اذا كانت بحر البقر او اللي بنشتغل عليها في الحمام واللي هتبقى اكبر منها زي ما حضرتك اوضحت، وفي محطات تانية كمان اصغر، يعني يمكن زي محطه المحسمه اصغر شويه من محطه بحر البقر، لكن احنا زمان قبل ما نعمل كل الكلام ده كان بيتم التخلص منه في البحر. هي كميات الميه دي احنا بنعيد استخدامها اكثر من مره من خلال شبكه المصارف اللي موجوده في المئات ويمكن الالاف من المحطات اللي موجوده على امتداد شبكه المصارف في مصر، اللي بتسحب بالفعل المياه الصرف الزراعي دي وبتسلكها بالترع، ودي عمليه شغاله تقريبا في مطور الصعيد لغايه الدلتا، عمليه استفاده مستمره بالمياه الصرف الزراعي، وده مجهود كبير جدا الحمد لله الدوله بتقوم بيه في هذا المجال. تمام، أنا بشكرك جدا مهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري. أنت متصور أنه كنت زمان بتعمل حاجة من اتنين، يا أنت بتاخد المية زي ما هي وبتعيد استخدامها زي ما هي وده في حد ذاته أصلا بيبوظ الأرض، يا إما كنت بترميها، فكنت ماشي في مسار يا بتبوظ الأرض يا بتتخلص من المية. الحسبة البسيطة بتقول أنه المحطتين دول بيخلونا نقدر نطلع مية نروي بيها تقريبا 4.8 مليار متر مكعب سنوي. ايه ده؟ ايه ده؟ استنى بقى، 1 2 3، 1 2 3، وكمان 1 2 3. يا سلام يا سلام، يعني تقريبا 8.7% من حجم المية اللي بتخش لنا اصلا. كنا يا بنرميها بنبوظ بيها الارض. سيبك بقى من كنا اصلا احنا بنعيد استخدامها تاني زي ما هي، بس كنا لا ما احنا بنبوظ بيها الارض. لانها ما تنفعش. كنا بنرمي او بنتخلص بنضيع على نفسنا 8.7، ده في محطتين، فما بالك ببقية المحطات، يعني ممكن النسبة توصل لكام؟ فاصل ونكمل الكلام. طيب خلونا نروح على مؤسسة ذا بانكر، المعهد المالي البريطاني، وهذا التقرير الحقيقة بيتكلم فيه على مصر كوجهة استثمارية.
كلام التقرير نفسه اللي صادر من المعهد المالي البريطاني ذا بانكر، بالمناسبه ادي سكرين شوت قدام حضراتكم تقدروا تشوفوها، قال انه مصر لا تزال بارزه كواحده من النقاط الساخنه الرئيسيه للاستثمار في افريقيا. وبيقولوا ان افريقيا بتشهد تراجع في نشاط الاندماج والاستحواذ في 2022، اما الوضع في مصر فهو يتمتع بصحه جيده في قطاعات التمويل والتكنولوجيا الماليه. طيب الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان احنا ناخد بعضنا ونروح نسال دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه. اهلا بيك يا دكتور. مساء الخير يا استاذ يوسف. ازاي الصحة؟ ايه الاحوال؟ بيك. كله تمام؟ كل عام وانت بخير. حضرتك بالصحة والسلامة. دلوقتي ذا بانكر أو المعهد المالي البريطاني بيقول يا جماعة مصر هي النقطة الساخنة الرئيسية الاستثمارية في إفريقيا، ومع تراجع الأجواء الجاذبة للاستثمار في أغلب القارة إلا إنه الوضع المالي والاقتصادي والاستثماري في مصر يتمتع بصحة جيدة. فاشرح لنا ما معنى تمتعه بصحة جيدة وليه؟ يعني أنا أتمنى يبقى صحته أجود وأجود، بس ليه يعني؟ طيب خلينا نفكر شوية في الاقتصاد والاستثمار الدولي، لأن احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا في مفهوم الاستثمار الدولي والتجارة الدولية. دايما بناخد الموضوعات في بعض الأحيان مش بالشمولية الخاصة بها. وبالتالي صناديق الاستثمار وبريطانيا تحديدا من البلد ذات السمعة والشهرة في تأسيس صناديق الاستثمار وفي الاستثمار الغير مباشر وفي جذب الاستثمارات وتوجيهها. وبالتالي لما يصدر تقرير من بريطانيا، هذا التقرير بيسمع في معظم صناديق الاستثمار الباحثة عن موطن لتوجيه الاستثمارات. وبالتالي عندهم معايير وعندهم مقاييس بيختاروا عليها الدول اللي بحركوا فيها الاستثمار البيني وفقا لمجموعة من المؤشرات. لما ياخد مؤشر او معيار زي الاستقرار السياسي او مؤشر او معيار زي الاستتباب الامني او مؤشر او معيار زي تنوع السله الاستثماريه، مصر فيها استثمار ممكن في مشاريع النقل، في مشاريع الطاقه، في مشاريع هيدروجين اخضر، في نواتج كوب 27 والطاقه، نواتج البنى التحتيه والمشاريع اللي تمت فيها، فهنا في تنوع السله الاستثماريه اللي موجوده. طيب لما يتكلم على سوق وحجم السوق يبقى عنده 110 مليون نسمة، ده حجم سوق كبير. طب لما يتكلم على دخوله في عمق القارة الأفريقية، إذا هناك معايير بتوضع أمام المقيمين اللي بياخدوا قرارات لحركة الاستثمار البيني المباشر والغير مباشر لقياس عليها فين توجه الاستثمار وفقا لآلياته. طبعا مفيش أدنى شك بياخد معيار البنش مارك او المقارنه مع اسواق اخرى. النهارده مثلا في مشاكل او مناطق ملتهبه زي منطقه روسيا واوكرانيا، في اماكن ملتهبه في 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 مثلا في في اجزاء معينه من العالم، في اماكن مثلا جيده لكن ما فيهاش طاقه. النهارده انت عندك فائض طاقه كهربائيه، عندك شبكه طرق، عندك مواني، عندك مطارات، فدي كلها بتؤخذ في الاعتبار. يمكن احنا كمواطن في بيتكلم على اقتصاد جزئي او اقتصاد فيه مشكله بتضخم في اسعار، ما بيشوفش المشهد بتاع الماكرو ايكونوميك بتاع الاقتصاد العالمي او الاستثمار الدولي او حركه الاستثمار الدولي البيني اللي مصر اسست لها خلال الثمان سنوات اللي فاتت. طيب تعتقد يا دكتور يسري انه اذا هدات حده وطاه الحرب، لو صح التعبير، يعني تعبير مركب قوي مش ممكن، حاسس ان انا بألف روايه. لا 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 كويس، ماشي كويس حتى الان، ماشي كويس. طيب اذا حصل هدوء لتبعات هذه الحرب او هدوء نسبي في هذه الحرب، امتى يتعافى الاقتصاد العالمي؟ حتى لو افترضت ان الحرب دي خلصت بكره الصبح، امتى ابدا اشهد تعافي للاقتصاد؟ هو شوف الفكره كلها انه الحرب لوحدها ما كانتش هي السبب الرئيسي بنسبة 100% في مشاكل الاقتصاد العالمي. في خمس أسباب وخلينا أقولهم لك باختصار شديد وسريعا. السبب الأول إن العالم دخل عام 2018 والدين العام العالمي أعلى مرتين من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ففي ناس عايزة تداري مشاكلها. في تقييم خاطئ طبعا لموجودات،
وبالتالي في مشكله. الحاجه الثانيه والمهمه جدا جائحه كورونا ومشاكلها وتاثير سلاسل الامداد وتاثير مازج انتاج الطاقه وتاثير اماكن انتاج الصناعات المغذيه الالكترونيه. الحاجه الثالثه والمهمه جدا والاساسيه اللي دخلت على كل ده هي التغيرات المناخيه، ودي ماشيه معانا من الطبيعه ومشاكلها وتحدياتها الاقتصاديه، ثم حرب روسيا الاوكرانيه، ثم عندك مشكلة أساسية ودي العالم كله بيواجهها وكل إقليم بيواجهها بحصة أو بنسبة، وهي الزيادة السكرية المضطربة. فعشان نتكلم عن تعافي أو دفء اقتصاد عندما تتوقف الحرب، يبقى مبدئيا هنتحدث عن على الأقل 50% هدوء نسبي سيحدث في حالة الاقتصاد العالمي في فترة من سنتين إلى ثلاث سنوات على الأقل. بس كده مفهومة. وانا كنت عمال بقول يعني في افضل الظروف تفاؤلا فيها من سنه لسنه ونص لو افترضنا ان الحرب خلصت بكره الصبح. اشكرك جدا يا دكتور يسري، كل الشكر دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه. هستاذنكم نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل بقى عايزين نشوف معرض ديارنا للحرف اليدويه والتراثيه ونشوف المنتجات. بس الحقيقه هم منورينا داخل الاستوديو، هيجوا لنا هنا يعني، هم بالفعل موجودين، ونعرض هذه المنتجات في التاسعه، او قل بعض من هذه المنتجات في التاسعه. تكون موجوده معانا سلمى عبد الرؤوف مصممه ازياء وبدات مشروعها من 4 سنين، اعتقد ايضا كمان هيبقى موجود معانا استاذه شيرين عاصم مستشاره وزير التضامن للتسويق والمعارض، صح كده يا جماعه ولا ايه؟ وبما انه قدامي اهو انا شايف جولري وحاجات زي كده، يبقى موجود معانا كمان استاذ اماني عبد العزيز مؤسسه براند اماني عبد العزيز جولري. استنونا بعد اذنكم هنشوف حاجات حلوه كتير والله. ده الواحد نلم الحاجات دي في شنطه واحنا ماشيين. طيب اهلا بكم، من غير كلام كتير ومن غير تطويل في المقدمات انا قلت لكم ان احنا معرض ديارنا وعندنا مجموعه من العارضات، عشان لو قلت عارضين ممكن اضطرت بره الاستوديو، والحاجه بتاعتهم موجوده عندنا وهنتفرج عليها وهنشوف كل شيء معانا داخل الاستوديو بالترتيب. شيرين عاصم مستشاره وزاره التضامن للتسويق والمعارض، صح كده؟ صح مظبوط. وسلمى عبد الرؤوف هي اللي مصممه اللي لابسه شيرين وحاجات تانية كتير موجوده الناحيه دي، وكمان ناهد ابو المجد عامل لنا السجاد اللي معمول من الجلد الطبيعي بس بتصميمات عصريه، صح كده؟ مظبوط تمشي كده، تمشي كلمه عصريه؟ اوكي. ومعانا اماني عبد العزيز براند اماني عبد العزيز جولري، ودي الحاجات اللي موجوده هناك اظن جولري يعني مجوهرات حلي، شوفوا الترجمه اللي انتوا تناسبكم عامله ازاي. هبدا الاول بشيرين على المعرض. انا اقدر اقيس المعرض بانه ناجح او مش عايز كلمه مش ناجح او اقل نجاحا ازاي؟ المعرض لازم يتعمل له اعلانات، لازم انزل اقول قبلها على السوشيال ميديا انه يترقبوا وجود المعرض ده، فالناس تبقى مستعده. معرض ديارنا بقى له 65 سنه بيتعمل، فالناس عارفه، احنا بس غيرنا، ابتدينا نغير الفانيو، نروح للتارجت سيجمنت بتاعتنا، نشوف تارجت سيجمنت فين ونروح لها. ولكن هو معرض بقى له 65 سنه بيتعمل. لما بقول 65 سنه مش معنى ان دي الدوره ال 65، دي السنه ال 65. خلال السنه بعمل كذا معرض لديارنا، يعني في ديارنا مارينا، في ديارنا بنعمله في 6 اكتوبر او في الشيخ زايد، بنعمله في سي اف سي. المعرض بتاعنا ده على مساحه 2800 متر، عندي اكتر من 400 عارض، والمعرض ممتد لغايه يوم 11 مارس من 10 الصبح ل 10 بالليل. من 10 الصبح لعشرة بالليل. طيب أنا هرجع بعد شوية هسألك على مسألة الفئات المستهدفة من المعرض إيه، لأنه الفئات المستهدفة يبقى شرايح سعرية كمان في نطاق معين،
فيا ترى احنا رايحين فوق ولا في النص ولا رايحين لتحت شويتين؟ ده برضو مهم. وكنت بقول انه سلمى عبد الرؤوف هي اللي مصممه اللبس ده، صح كده؟ بقالك قد ايه بتعملي ده يا سلمى؟ البراند بتاعي بداته من 4 سنين. درست الفاشن وعملت دبلومه في الفاشن والرسم. انا اصلا يعني بحب الرسم، كان اساس البدايه بتاعتي ان انا سبت شغلي بعد حوالي 15 سنه في الميديكال انشورنس. وبعد كده قلت عايزه اعمل حاجه بحبها. انا بحب يعني الرسم. بتشتغلي في مجال التامينات الطبيه مجال مختلف وبعدين خالص، وبعدين سايبه كل ده ونقلتي على انه تصممي ملابس. بالظبط. فحبيت ادرس الموضوع، فابتديت بالدبلومه بتاعه الفاشن وازاي ارسم باترون وازاي اعمل ديزاين وازاي يعني اعرف الخامه المناسبه للموديل اللي انا بختاره. بعدها عملت البراند بتاعي بالظبط من 4 سنين. كان هدفي ان انا اعمل حاجه مناسبه يعني للحجاب وغير الحجاب، بس تكون مختلفه. يعني مثلا حاجات يبقى فيها باتش ورك زي الديزاين اللي انا لابساه ده، حاجات تانية يبقى فيها تطريز، ومعايا كولكشن يعني حابه ان انا اوريه لكم. طبعا هنشوف طبعا. اول الحاجات دي انا درست الحاجات انا درست الفاشن في مكان في المعادي. كان مفيد جدا بصراحه، لان انا بعديه كمان اخذت كورس في التصوير، يعني ابتديت ان انا اعرف ازاي اصور المنتج بتاعي. وبعدين ابتديت ان انا انزل بازارات. البازارات بالنسبه لي كانت فرصه كويسه قوي ان انا اخد فيدباك فيس تو فيس من اي كلاينت بيشوف المنتج بتاعي. ابتديت اعدل على الموديلات بناء على ان الناس تقول لي طولي شويه قصري شويه. فالبازارات بالنسبه لي هي كانت البدايه للسيلز بتاعتي في القاهره يعني. بعد شويه ابتديت انزل بازارات في اسكندريه، وبعد كده شاركت في المعارض اللي زي ديارنا. ديارنا بالنسبه لي كان اكسبوجر حلو جدا، ان انا حسيت ان كل الناس مهتمه قوي قوي بالهاند ميد، الناس مقدره اللوكال براند جدا. وبعدين يعني حسيت ان انا برضو اخدت فيدباك كويس ان انا اظبط حاجات مثلا في رمضان بالستايل الكفتانات مثلا، يعني ابتدوا يسالوني على حاجات رمضان، فاشتغلت على الكولكشن بتاع رمضان. يعني لسه اول بازار ما كانش معايا ولا قطعه من حاجات رمضان، ابتديت اعمل حاجات رمضان ستايل مختلف شويه، شيرين لابسه حاجه منها. أيوة. ومعايا حاجات تانية. قالت لي اول ما دخل قالت لي ده بقى اللي عاملاه سلمى. بس ده باختصار يعني الشغل بتاعي. اوكي طيب ناهد، كنت بتعملي ايه قبل ما تعملي السجاد اليدوي ده او السجاد اللي من الجلد اليدوي؟ عشان واضح ان كلكم عندكم قصص ما قبل، يعني قبل ما تبداوا الحاجات دي. احكي لي. انا كنت قبل ما اعمل الشغل دوت، اول ما اتخرجت، انا متخرجه اساسا بكالوريوس تجاره مش فنون خالص ولا ديزاين، مع اني انا اللي بعمل الحاجات دي مش جايبه حد ديزاين. كنت شغاله موظفه عاديه. اترقيت في شغل، اترقيت مديره تنفيذيه لمصنع كبير في مصر. حلو. كان مجاله بلاستيك. أوكي. بعيد خالص عن الجلود يعني. وبعدين الثوره قامت والدنيا اقتصاديا يعني المصانع الكبيره دي بدات تتاثر وقفلت. فقعدت من الشغل وكنت زهقت بقى، كنت بقى لي 10 سنين بشتغل يعني موظفه، فقلت لا انا هقعد وحملت في ابني وقلت لا انا خلاص هقعد في البيت. طبعا اللي بيشتغل متعود على الشغل ما طبعاً بيقدرش يقعد. هي سنه واحده ولقيت نفسي عماله افرك، لا عايزه اعمل حاجه. قلت انا مش هشتغل بقى ايه شغل موظفين تاني ولا عند حد، انا هعمل مشروع لنفسي. واخترت كله ان هي هتعمل مصنع بلاستيك، يعني على اساس ان هي كانت فاهمه كويس قوي في المجال ده. انا والدي الله يرحمه من المدابغ وبتاع جلود، والعيله كلها تجار في الجلد ومدبغيه، فقلت لا انا هشتغل على الشغل بتاع العيله عندي وبالذات الجلد الطبيعي. ليه؟ لان انا بابا يعني عز عليا قوي اسمه، يعني الله يرحمه الله يرحمه، فقلت لا وهسمي الشركه باسمه كمان، لان انا نفسي ان بابا اسمه يبقى على المنتج المصري كتصنيع مش كتجاره او دباغ. وكان عندي احساس ان البلد اللي انا بدات بايام الثوره وحظر التجوال في 2011 مشروعي، الدنيا كلها كانت مضلمه وانا بنزل في الضلمه وفي حظر التجوال اجيب جلد واعمل عينات واسلي نفسي في الوقت دوت. يعني تنزلي في حظر التجوال تروحي على المدابغ. المدابغ بتاعتنا بتاعت زمان. انا عندي احنا عندنا مدبغه بس اخواتي الولاد اللي قاعدين فيها، الرجاله اللي قاعدين فيها. ماشي. انا قلت لهم انا هنزل هجيب الجلد، حتى هم في الاخر قالوا لي اقعدي الجلد اللي انت عايزاه احنا هنجيبه. نبعته لك على البيت. بالظبط. لا بس انا كنت بعمل العينات ديت وانزل بيها في شركات كبيره في مصر
اعمل تيست للمنتج قبل ما انزله السوق. اوكي. فعملت تيست، عملت حوالي 16 سجاجيد كده تمام، وعملت الديزاين كله من دماغي وعملته مختلف. هو الشغل ده ما كانش موجود في مصر خالص، كان موجود في الهند، وكان الشركه الكبيره ديت بتستورده من الهند 3 4 قطع على انه ده جلد طبيعي، فكانت بتبيع السجاده بألوفات رهيبه. طب وانا استورده من الهند ليه؟ ما انا عندي، ما هو انا ما كنتش لسه ظهرت، انا ما كنتش لسه ظهرت حضرتك، خلاص بطلوا يستوردوه. هو انت اول حد يعمل كده؟ ده بجد؟ ايه؟ اول حد في مصر يعمل كده؟ كان بيتعمل بشكل ايه؟ شعبي وبدائي قوي، مثلثات وقليل جدا، ما كانش انتشر. يعني كان موجود فعلا في شرم الشيخ بس ما كانش انتشر، بس اول ما احنا بدانا في الموضوع ده بدا ينتشر. كويس قوي. يعني انا يعني انا اول ما بدات كان بقول حضرتك في 2011. وبدانا كاول يعني اول شهر اشتغلنا فيه صدرنا روسيا على طول، جالنا اوردر روسيا وصدرنا روسيا. ما شاء الله. ما كناش لسه عندنا خامات، بس بدانا نشتغل اونلاين، عملنا صفحه على الفيسبوك وبدا يجي لنا اوردر لايه؟ لروسيا. فبداتي كمان تصدير. يعني هو التصدير مش ديلي مش بقى، مش مستمر. انا مش عايزك تاخدي راحتك في الكلام قوي عشان الضرايب سامعانا. لا لا، هو انا لسه بقول حاجه. لا لا، انا صريحه، ما انا قريت. احنا مسددين اهم حاجه. احنا مفتوح لنا ملف ضريبي لسه. لا، هو التصدير بيجي ازاي؟ احنا لغايه دلوقتي مش مصدرين مع شركات مباشر. أوكي. بيجي مثلا زي وسيط ياخد الشغل وبيبقى هو ليه العميل هناك في البلد ديت وبيبتدي هو يورد له. يعني زي احنا، انا بعتبره مش تصدير مباشر، بعتبره شغل جمله. لانه لسه في ميدل مان في النص. بالظبط. طيب اماني عبد العزيز جولري، اول سؤال هساله غير انك هتحكي لي الحدوته بدات ازاي، ايه اللي يخلي التصميمات بتاعه اماني عبد العزيز مختلفه عن كذا وكذا 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 اللي كانوا موجودين قبل او اللي ظهروا معاكي او اللي وارد انه يظهروا بعد شويه؟ اللي يخلي شغلي انا مختلف شويه الى حد ما، ان انا ممكن ابقى ماشيه في شارع المعز في شارع الجماليه وتلاقيني طلعت ورقه وقلم وبرسم مشربيه، برسم شباك جامع. يعني الموتيف اللي انا لابساها دي انا واخداها ورسماها من شباك جامع مهدوم نصه في شارع زقاق كده في الجماليه او في الحسين. انت فاهمني ازاي؟ ده اللي بيلهم. لا طبعا، الحته هي اللي بتلهمني، او الشغل اللي موجود هناك بيلهمني. انا كل شغلي يعني باخده من التراث بتاعنا، اسلامي ابتي فرعوني، ممكن ادخل عليه شويه حداثه او اخليه مودرن شويه، بس ستيل ده اللي بيخليني ديفرنت، مختلفه. يعني بداتي بقى القصه دي امتى وازاي؟ هربت من شغلي بقى بعد 20 سنه برضو. كنت بتشتغلي ايه؟ في شركه اتصالات كبيره جدا وتايتل حلو جدا وفي قسم السيلز. وعلى فكره انا درست فن 5 سنين وخرجت من الكليه، اتخرجت من الكليه اشتغلت دايركت شركه الاتصالات، عملت كارير كويس وتايتل كويس. بس جيت من حوالي 6 سنين بين يوم وليله خدت قرار ان انا مش هشتغل الشغل ده تاني، خلاص نقطه، وهبدا الشغل بتاعي. بدات انزل اخد كورس. بعد 20 سنه شغل معاهم؟ بعد 20 سنه سبت كل حاجه ومشيت ورا حلمي، ان انا بدات اخد كورسز من الاول وانزل الحسين واقعد مع صنايعيه واروح لمراكز متخصصه في التعليم. ولسه لغايه دلوقتي طبعا المجال ده عمره ما بينتهي. يعني احنا لسه لغايه النهارده انا بتعلم الصاغه، بتعلم الطلا، بتعلم الشغل كتير جدا، يعني حرفي. انت عارف حضرتك الشغل الحرفي ما بيجيش عند نقطه ويقف. يعني في حاجات كمان مطليه ذهب و... يس طبعا، احنا شغلي كله بيطلي ذهب عيار 18 او بلاتين، يعني اعلى حاجه بقى. اسمها ذهب قشره الجمل. موجود زمان. وطبعا في حاجه الاستاذه شيرين لابساها ده ستايل تاني خالص، بنديله لون اوكسدي بيدينا شويه الحاجه القديمه. انتوا بتستغلوا شيرين بقى؟ طبعا. شيرين والله هي اللي مديانا الفرصه الحلوه دي. انا هستاذنكم، عايز اروح لفاصل وهرجع مره تانية لشيرين عاصم، لان مساله البراندز اللي معموله والتصميمات اللي هي مختلفه ومتفرده ومساله التصدير دي بقى أكتر حاجة في الدنيا أنا تعجبني وأهتم بيها. هستأذنكم هنروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام.
طيب انا بعد شويه هكلمكم على الحاجات كويس وهنتفرج عليها، ويعني هحاول احط كده التقييم السعري من غير ما يخضوني هيقولوا لي، لان واضح ان الحاجات كلها هتبقى غاليه في الاخر خالص. بس مش دي المساله دلوقتي، هي المساله زي ما انا كنت بقول قبل الفصل، انا عايز ارجع لشيرين عاصم كمستشاره للتسويق والمعارض. اول حاجه، على اي اساس بنختار العارضين او بتختاريهم ازاي يا شيرين؟ ده واحد. اتنين، هل احنا بنساعدهم يصدروا مثلا او نفتح لهم اسواق اكتر ولا ايه؟ خلينا ناخد سؤال الاولاني. ماشي. ديبينز، انا بعمل معرض تبع الوزاره ولا معرض هدفه التصدير؟ السلكشن كرايتيريا بتختلف. اوكي. لان لازم العارض يبقى عنده كاباسيتي انه يصنع كميات لو طلب منه اوردر. احنا في الوزاره بنبتدي بالاسر المنتجه. الاسر المنتجه لما بناخدها وبندعمها وبيبتدوا ينزلوا معارض والناس بتشوفهم، بيبقى عنده كلاينت بيز او بيربي زبون. المستهلك لما بيجيله وبيشغله، فبالتالي بيبقى بيدفع له فلوس، فبيبقى عنده انكم. الانكم ده بيعمل له استدامه، فالعارض بيبتدي يحس انه مرتاح. ما اقول له روح اتسجل، اعمل بطاقه ضريبيه واعمل سجل تجاري، خلاص هو عنده الدخل مستدام داخله كل شهر. في رينج معين بقوله لو بتكسب اقل من كذا خليك وصار منتجه، لسه قدامك شويه. وفي رقم بقوله لا، انت لازم تروح تتسجل، انت دلوقتي مشغل تحتيك ناس وعدد كبير، انت لازم تتسجل عشان تبقى اوفيشال، لان انت ممكن يجي لك فرصه تصديريه، بس اللي هيمنعك ان انت تصدر ان انت مش متسجل. فعشان نقدر نساعدك تكبر روح بقى ابدا سجل. بالظبط، هي بروسس، ببتدي صغير وبكبر. طول ما انا صغير وما عنديش سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، انا ببقى كلاسيفايد اسر منتجه. عايزه اقول لك انا عندنا الناس في الاسر المنتجه بيعملوا حاجات جميله جدا، بس ظروفهم ما تسمح لهمش ان هم يتسجلوا او ما عندهمش مكان. ولكن مثلا في بعض الناس مشغله تحتها مجموعه من السيدات لسه مش قادرين يتسجلوا، والنهارده كنت بتكلم معاهم انه لا انت لازم تبتدي تسجلي، مشغله 27 ست وشغاله من البيت وما عندهاش مكان، لان لقيت انه عشان يبقى عندها سجل تجاري لازم يبقى عندها مكان، هي ما عندهاش مكان. هي بتنزل تشتغل مع الستات دي في بيتها، ما عندهمش مجال. بتدي للستات الحاجه في بيتها، بتقص الجلد مثلا وبتخرمه وبتديه لها تخيطه في البيت. فدي انا لازم اوجد لها حل انها تتسجل، لانها عندها فرص بتضيع منها في التصدير. يا اما هيجي حد ياخد منها الحاجات دي وهيصدر حاجتها باسمه. طيب يعني مثلا دلوقتي واحنا معانا العارضات زي سلمى وناهد واماني، بالقطع انتم مش الاسر المنتجه، خلاص يعني ده موضوع تاني. لكن هنا مثلا انا بسال سلمى، بتشتغلي الحاجات بخط انتاج ولا بتشتغلي قطع متفرده بتتباع ما بيتعملش منها تاني؟ لا انا بشتغل مثلا من الديزاين مثلا نقدر نقول 30 بيس. علشان ده حجم الماركت بتاعي مثلا. لكن لو في فرصه ان انا اتوسع ده متاح. يعني انا يعني بعمل الكولكشن بتاعي وبتست مثلا الست اللي انا لبسته ده. لو هو بس سالور هبتدي اكتر الكميه بتاعته. لكن لو فتحنا مثلا في حته التصدير وهل في امكانيه مثلا ان احنا نعمل من المنتج ده عدد، ده وارد. يعني فكره الانتاج وارده بالنسبه لي، ما فيهاش مشكله. ما هياش مرفوضه؟ لا هي مش مرفوضه، لا لكن لسه خالص. ما بدأناش ان انا عندي ما بداتش يبقى عندي خط انتاج. بالظبط. بعمل البيسز اللي ببقى عارفه ان انا اقدر اسوقها من خلال الاونلاين ومن خلال البازارات اللي انا بشارك فيها. اوكي. نهد نفس السؤال. خط الانتاج، انا بدات الاول زي ما قلت لحضرتك بعينات، بدات اعمل ديزاينز كتير. اول مره يعني في اول سنه بشتغل، السجاده اللي بعملها بعمل غيرها. اوكي. كديزاين انا عندي خط الانتاج مختلف شويه. بمعنى هي كله الماتيريال عندي واحد، كله جلد طبيعي، ما كله جلد طبيعي والوان طبيعيه. القصه كلها في قصه الجلد، قصه الديزاين نفسه. فكنا بنطلع اشكال كتير، بنشوف السوق هيمشي ازاي، هيعوز ايه، هيطلب ايه.
فبدأنا حددنا، لقينا أكتر سحب من الموديلات. تمام، بدأت إيه هي اللي اشتغل عليها. دي كانت أول 4-5 سنين. لما بدأت أنزل معارض بدأت الفكرة تنتشر في مصر، موضوع سجاد الجلد، وفي ناس بدأت تقلد الديزاين بتاعي. ففرض عليا الوضع أن أنا لازم أعمل ابتكار وأفكار جديدة غير الموضوع أن أنا أخد الجلد بلونه وأبتدي أعمل له قص وتركيبه خلاص على كده أشكال. بدأت أضيف أعمل فكرة الدوائر دي، أول حاجة ما كانتش بتتعمل خالص في مصر، بدأت أعمل الدوائر. بدأت الدوائر أفرغها زي ما حضرتك شايف كده. فكل سنة عندي أفكار جديدة وإضافات جديدة، وبشوف كخط إنتاج كمنتج أو كصنف، هو صنف واحد، كديزاين بشوف السوق طالب إيه وابتدي أعمل منه ستوك كبير عندي. يعني فكرة الذهبي والشرايط المقلمة دي أو الدوائر اللي هو الذهبي والفضي ده، إضافات الذهبي والفضي ديت دي بقى لقيتها في السوق، يعني ميزتني في السوق المصري والسوق العالمي يعتبر، وفي نفس الوقت برضو بيطلب كتير. لأن أنا دلوقتي إحنا نازلين المعارض وحواليا بتوع سجاد جلد، بس أنا اللي بيميزني دايماً إيه في العميل اللي داخل، الجودة بتاعت شغلي مختلفة. أنا طبعا بدي ضمان على السجاد، محدش بدي ضمان على السجاد. بدي ضمان؟ بدي ضمان على السجاد، بدي سنتين ضمان، وبدي صيانة مدى الحياة طول ما أنا عايشة والمصنع بتاعي شغال. صيانة إزاي يعني؟ صيانة إزاي؟ يعني هي أنا بدي الصيانة دي كسبورت. حضرتك لو السجادة مثلاً، تمام؟ ده شغل هاند ميد يدوي، داخل فيه جزء يدوي، انا مش كله يدوي عندي. ماشي. لان لقيت ان اليدوي لما جربته في البيت عندي لقيت ان اليدوي في الدوائر بيتفك. فمش عامل. اوكي. فبدات اعمل فكره ان الدوائر دي تركب فوق بعضها، ما تبقاش جنب بعضها. حتى بمسكها في المعرض للعميله وبشدها لها كده اللي هو شد، شوفي هتتقطع معاكي ولا لا. استعراض الجوده والمتانه. طبعا. ماشي. ميزه الجلد كمان كسجاد حاجه تانية، ان هو عامل زي الرخام وزي الخشب. بمعنى ايه؟ هتدلق عليه اي حاجه ممكن قابله للبقع، زي نسكافيه، زي قهوه، كاتشب، الكلام ده انا في قدام برضو في المعرض بعملها لهم كتست. يعني بجيب منديل وبمسح الحاجه. انا اللي يدلق حاجه على السجاده بتاعتي هقطم رقبته. لا، انا عايز اعرف مساله الصيانه دي ازاي. يعني لو حصل حاجه عندي في السجاده هكلم الشركه عندك؟ طبعا. السجاده انا كنت بحط ليبل وعليه في الاول خالص، بحط الليبل وعليه رقم تليفوني الشخصي. في السجاده من تحت. ماشي. اسم الشركه ورقم تليفوني الشخصي، بحيث ان السجاده لو فيها اي حاجه يتصلوا بيا ويجيبوها لي على المصنع. ده شغلي. لو في حاجه هحافظ عليه. هقول لحضرتك فور اكزامبل، لا جالي واحده ست مثلا، سوري يعني مدام، خدت السجاده وعندها كلب في البيت. الكلب قطع السجاده واكلها باسنانه. أيوه. جايبه لي السجاده جزء منها مقطوع. الكلب كلها، طب هتعملها ايه؟ هترميها؟ لا، جابتها لي ودي هسلمها لها في المعرض ده بتاع ديارنا. تمام. والسجاده اللي هي السوداء اللي معروضه، حضرتك بص عليها، اللي هي السوداء اللي معروضه حاليا. ماشي. دي بتاعت عميله. اوكي. الكلب عندها اكلها. جبت السجاده، قصيت الجزء اللي ماكول كله. وركبت جلد تاني جديد وعملته بالذهبي تاني. البنت عندي كمان دخلتني في مشكله، العامله اللي بتعمل حطت لها ذهب كتير، يعني اكتر من النسبه اللي هي كانت متوسط بقى قوي. يعني لو ايه احنا هنكرمك عشان ترجعي لي. بعت لها الصوره قالت لي الذهبي اوفر قوي. بص انا خدمتي ايه، يمكن تكون سامعاني هي العميله. يعني او انا هبعت لها الفيديو ده كفور اكزامبل، يعني حالتها والسجاده بتاعتها موجوده اهي. قلت لها خلاص اوكي، سبت اللي الذهبي زاد فيها خالص وعملت لها واحده جديده. تمام. وراحت قالت لي لا بس انت عاملاها اقلام، الذهبي الشرايط فيه لام، انا عايزه الذهبي اخف. قلت لها دلعي براحتك، حاضر، انا كده كده السجاده اللي هتتصنع عندي هتتباع. كتير كده. انا بقول لحضرتك والله يعني ده اللي بيحصل فعلا في الموقف ده. وعملت لها السجاده، قلت لها اهم حاجه رضاكي. طيب ده كلام حلو جدا. انا لازم قبل ما امشي هسال برضو اماني على نفس المساله، خط الانتاج. ليه يا جماعه ما حدش مهتم بفكره خطوط انتاج تطلع لي كميات كبيره، يبقى في عندي براند مصري كبير معروف في دي الدنيا. حرف يدويه يا فندم. طيب حرف اليدويه يونيك اوثنتيك برودكت. انا شغالين على حجم الكميه، حجم السوق يا فندم، حجم السوق هو اللي بيحكم عليك. انا الشانل اللي بتاعتي على سبيل المثال، ما هو عنده خط انتاج وعنده تيلر ميد، عنده ده وعنده ده، والتيلر ميد غالي جدا ومش هنشتريه وكل الكلام. هوضح لك نقطه، هوضح لك نقطه. احنا زي ما استاذه شيرين بتقول احنا حرف يدويه. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا يعني كل واحده بدات فينا ما عندهاش محل او ما عندهاش شوب تبدا تعرض، بدليل ان احنا بننزل المعارض ديت، فاحنا بنربي زبون. ممكن ونشتغل اونلاين، ده برده بنفتح على نفسنا المجال. احنا بنكبر وبيبقى عندنا خط انتاج لما السوق بتاعنا التسويق او طلباتنا بتكتر. يعني انا بدات مثلا بخمس عمال.
بعد اللي قلتيه ده هتكتر يعني. لو هنجيب لك السجاده وتعملي لنا 9 مرات الطلبات هتكتر ان شاء الله يعني هتكتر. لا ما هو هو دي بقى بتدي ايه سبورت للعميل ان العميل خلاص يعني. انا بيجي لي في المعرض انا بقالي 3 سنين مثلا بنزل مع ديارنا. إيه العميل بيعدي عليا انا بقول لهم اتفضلوا تعالوا انا بنساهم طبعا. احنا اشترينا منك وقبل كده طيب كويس. الشغل اخباره ايه؟ لا الشغل تمام زي الفل. فخلاص انت ربيت الزبون عارفك. هايل امين. بص انا طبعا انا ما اقدرش اصنع بكميات كبيره جدا لان انا تشانل البيع بتاعتي واحده، لا اما اونلاين لا اما عن طريق المعارض اللي الدوله بتوفرها. عشان معتمده قوي على التصميم الشخصي ده اللي كانت بتتكلم فيه شيرين بالظبط كده. وانا البيس بتاعتي يعني بتاخد مني ايفورت جامد. انا 70% من التصنيع بتاعي انا اللي بعمله عندي في بيتي في مكان في ورشه صغيره عندي في البيت. فحجم الانتاج هيبقى كتير يعني انت فاهمني. طب هل من غير علشان برضه ما نزعلش شريك علشان ما نعملش خط انتاج لكن في نفس الوقت تبقوا معروفين في كل الدنيا انه تطلب الحاجات بتاعتكم لازم هقول لك في شيء بقى بيجي عن طريق تكلفتنا اعلى لان احنا بنصنع كميات قليله. طبعا انا كل ما صنعت كميات كبيره كل ما التكلفه قلت طبعا. ده دور الدوله يا فندم. ده ايكونومي دور الدوله يعني. احنا كمنتجين كلنا وكله بيقول نفس المشكله ديت. احنا كمنتجين كفايه قوي علينا حته الانتاج والتصنيع. حلو. تسويق دي بنفتقدها. انا بقول لحضرتك احنا ما عندناش محلات بره لان طبعا عشان تشتري او تاجر عالي جدا هتضطر تحطه على العميل. حضرتك هتخش في قصه الاسعار معانا وتسالنا وقلت هتبقى غاليه جدا. بالعكس كلنا هنقول لك انا ما اعرفش اسعارهم ايه بس كلنا هنقول لك اسعار اقل من السجاد. انا بالنسبه لي اقل من السجاد البوليستر وخامه طبيعيه لان احنا بنحط هامش. هخلص الحلقه واقوم ابص بصه عشان اتاكد بنفسي دي اهم حاجه. انا عايز اشكركم اولا جدا 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 على وجودكم معانا النهارده واشكركم على ان احنا مأخرينكم لحد دلوقتي وحكيتوا لي ان كلكم صاحيين يجي من 7 الصبح او قبل تعبناكم. وبنشكركم بالمناسبه على الحاجات الحلوه اللي انتم عاملينها. شكرا لحضرتك. هتجول انا في الموضوع ده. كريم رمزي زمانه داخل هتلاقيه بيتخانق بره على الباب عشان انا سرقت كما جرت العاده حوالي 10 دقائق من وقته. وثواني هيكون كريم رمزي معاكم برنامجه رقم 10. احنا لو كلنا العمر نتقابل بكره ان شاء الله وبرنامجكم التاسعه. سلامات.